هند عبد الستار، كنا استضفناها في إحدى حلقات البرنامج. النهاردة قدرت تحصل على حكم من المحكمة، الحقيقة إنه بيرد اعتبار كتير من البنات المصريات اللي تعرضنا للتحرش. النهاردة محكمة جنايات القاهرة عاقبت سائق توك توك تطاول ومد إيده على هند. خد كام بالمحكمة؟ 5 سنين سجن مشدد. ده أول حكم حقيقي، أول حكم حقيقي في واقع التحرش، يمكن مش اغتصاب لكنها تحرش، لكي يعتبر كل من تسول له نفسه بأنه يمد إيده على بنت مصرية ماشية في الشارع. معي على الهاتف هند عبد الستار. هند، مساء الخير. هند، يا هند، الأخبار؟ مساء أنا الخير. سامعة حضرتك. ازيك أنا الحمد حبيبتي؟ لله كويسة، الحمد لله. قولي لي بقى اولا، يعني احساسك ايه؟ واحنا كنا اتكلمنا على قصة التحرش دي قبل كده، لكن احساسك ايه بحكم النهارده؟ ما تخيلتش خالص إنها توصل ل5 سنين. يعني خليني الأول أحكي لك على اليوم كده بتاع المحكمة. الصبح قولي رحت لي. المحكمة عادي، كانت عابضين. خارجه من المحكمه اشتري حاجه، عقبال ما الجلسه ما تبدا اخت الولد اتعرضت لي، كانت هتوقعني، حطت رجليها وانا ماشيه وانا مش واخده بالي ان هم دول اهله. لو عايز اقول لهم انتوا بتتعرضوا كمان ليا وسط، يعني في قلب المحكمه. فبتقول لي والله لا هحزنك على نفسك. فخلاص ما ردتش، قلت للامن ودخلت المحكمه. جينا بقى، يعني لما جت القضيه، الرول بتاع القضيه، القاضي قال لك لا يا جماعه احنا هنتناقش في الجلسه دي، تبقى جلسه سريه علشان الموضوع ما يبقاش محرج ليها شويه. أيوة. وده طبعا حاجه بتحترم من المحكمه ومن القاضي. فعلا بدات الجلسه وقلت كل الاقوال بتاعتي، وكان الدفاع معايا اترافع والدفاع من المتهم برضو اترافع. قال ان انا عندي اقوالي متضاربه، وان انا قلت ان انا وقعت وانا ما وقعتش، وحاجات كده بيحاولوا يطلعوا اي ثغرات فيها. وبقول ان انا بتبلى عليه علشان فكره ان انا شغاله في الميديا، فقادره ان انا اجيب وسايط وكل الحاجات اللي هي تبرر وخلاص. بعد المرافعه انا مشيت، علشان كان طبعا لو الحكم اتقال وانا موجوده كان وارد جدا يتعرضوا ليا، والابويا راجل كبير، فكان صعب ان انا اشوف شيء، يعني ممكن حاجه تحصل زي دي. عرفت الخبر من استاذ طارق العوضي، كلمني قال لي هند 5 سنين. قلت له بتتكلم جد؟ يعني انا ما تخيلتش 5 سنين. 5 سنين، اللي هو انا قلت هياخد بس هو كان سنه. موجود يا عند، هو كان ماثل في المحكمة. كان موجود، موجود بلبس الابيض، بلبس الحبس الاحتياطي. ينفذ بقى ربنا معايا. بالظبط. اللي هو انا قلت، يعني وانا احنا قاعدين بنتناقش قبل الجلسه، قلت ممكن ياخد سنه مثلا، هو قضى منهم انا قلت 7 شهور. بكتير وهياخد 6 اشهر يا هند بصراحة يعني. انا ما قلت 6 اشهر، ما توقعت 6 اشهر، لاني انا عارفه ان عقوبه هتك العرض غير عقوبه التحرش. قلت هياخد مثلا سنه سنتين، قضى منهم 8 شهور، يبقى فاضل له شهرين. لو سنه، لو سنتين خلاص هانت برضه. ما تخيلتش خالص انها توصل ل5 سنين. طب احكي لنا الواقعة، يعني انا فاكرة انت حكيتيها لنا قبل كده بس احكيها تاني. احكي لنا الواقعة بالظبط كانت ايه، وانت عملتي ايه، علشان انا عايزة كل البنات اللي بيسمعونا، كل امرأة مصرية في الشارع تتعرض لتحرش تعرف انه من الممكن ان انت تودي اللي بيتحرش فيكي ده في داهية. يعني خليني اكون واضحة بالكلام الواضح، القانون الان بعد تغليظ العقوبة يسمح بانه يعني لا يسمح بالتحرش بالمرأة المصرية. احكي لنا الحكاية يا هند. نحكي الحكاية. يوم 2/9 ده كان 2016، الساعة 10:30 بالليل، ماشية في شارع في حلوان، سامعة صوت مزيكا جاية من ورايا، فببص لقيت توك توك، فحسيت ان هو انا بقلق في الطبيعي في الشارع من التكاتك او الموتوسيكلات. التوك توك بيبدأ ياخد، بيغير مساره وهيجي عليا، قلت طب اعدي بسرعة علشان ابقى في الامان. هو كمان غير سرعته، زودها وغير من الشمال لليمين زي ما انا ما عملت بالظبط. لسه هطلع الرصيف، مطلع نص جسمه ومد ايده ولمس جسمي وانا بطلع الرصيف. التوك توك عليه رقم، خدت رقم التوك توك بعد ما كان في عربيه وقفت، طب نساعدك، طب حاجه، قلت لهم شكرا خلاص، حاولوا بس ايه، يعني لو عرفتوا تمسكوه امسكوه. طلعت على القسم، عملت بلاغ برقم التوك توك، وكنت انا اوريدي لقطت شكل من الولد، يعني قلت لهم هو شاب يعني كبير وقوي في اول العشرينات. التوك توك ده كان عليه نمر، كان مترخص وعليه نمر. بصي
بصي، هو الميزه في تكاتك في بعض المناطق ان دلوقتي الحي بيدي التكاتك دي نمر علشان تبقى محطوطه بحيث ان السرقه خطر. وده ميزه بقى ترخيص التكاتك اللي احنا بنقول عليها يا جماعه، لان دول يا اما هيضربونا يا هيقتلونا، يعني الميزه بقى ان لو حصل حاجه منهم ان احنا نعرف نجيبهم. على فكرة هي ممكن كمان ما تبقاش مترخصة بشكل قانوني صح قوي، بس بيبقى الحي اللي تابع ليه المنطقة دي بيديله رقم. يعني ده رقم التوك توك كان 1991. فاكراه لما ما استحالة في الرقم ده، ما في ارقام. بصي في مواقف ما ينفعش تتنسي. طلعت على القسم بسرعة على رئيس المباحث، بلغته بالواقعة وبرقم التوك توك وشكل التوك توك عامل ازاي ولون الإضاءة اللي كانت موجودة في التوك توك. برافو عليك. الولد جابه صاحب التوك توك، صاحب التوك توك قال على المتهم. خلال بصي انا رحت القسم كانت 11 الا ربع او 11 الا 10، مش هتذكر لك بالظبط ده. بس يعني كمان استقبلك الضابط ازاي؟ ما ده مهم جدا ان الضابط كان لا كان متعاطف، يعني المقدم وائل عرفان، حد من الناس اللي بنقول عليها من الشرطه النظيفه بجد. يعني راجل قبل ما يكون ان هو حد بيشوف شغله وخلاص، هو انسان. هو ده اللي احنا عايزينه. وانا عارفه انه موجود في كتير من الداخليه، ان هو لما تجيلك بنت متعرضه لتحرش ارجوك اسمعها، لانها بتبقى فعلا عندها مشكله. كملي يا هند. حصل وفعلا نزلت حمله تاني جابت الولد، وانا كل ده قاعده في القسم. حتى وقتها اخويا قال لي طب تعالي نروح وانتي رقمك معاهم، ولما يجيبوه بقى تعالي. هو قال له لا خليها علشان تبقى مطمنه وتعرف ان احنا هنجيبه، علشان ممكن يبقى عندها ان انا ممكن اشك طب هيجيبوه النهارده ولا هيجيبوه بكره. قال له لا تبقى قاعده مطمنه. تاني يوم رحت النيابه، شفته في النيابه. حصل ان انا قلت كل اقوالي. هو برضه دخل، انا قعدت حضرت التحقيق وقال كل اقواله. بقى عنده تضارب في الاقاويل وقتها في التحقيق نفسه. خد 4 ايام على ذمه التحقيق، بعديها 15 يوم، بعديها 15، لحد اما خد 45 يوم. 45 يوم دول بقى اهله وقتها جم اتعرضوا تحت البيت عندي. في مقذره ومحاوله ان هم يطلعوا الشقه، وقتها البواب منعهم وكل الحاجات دي، وعملت عدم تعرض. هتحاولوا بقى طيب يهديكي يرضيكي. طب اللي ضايقني اكتر ان بصي ما عنديش مشكله ان احنا نقول ابننا غلطان واحنا هنقدمه، لكن ما تحطوش تقولوا ان انا بتبلى على ابنكم. يعني هم راحوا قالوا ان انا بتبلى على الوالد، هو خبطني عادي وانا اللي كبرت الموضوع. بعد كده كان في جلسه كانت 25/2، 25/2 ده القسم ما بعتهوش تقريبا، كان في مشكله او حاجه. بعد كده كان في جلسه في شهر 4 انا ما عرفتش اروحها، وكانت الجلسه النهارده.